أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين في هذه الانطلاقات واستمرارية صباح يوم الإذاع يوم الإبداع في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع. في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل والرائع. شكرا لزملائي المعلقين على التواصل في الأشواط الماضية، تواصل مع حضراتكم عبر شاشة دبي ريسنج وانطلق مع خامس أشواط صباح هذا اليوم. خامس أشواط صباح هذا اليوم يحمل الأبكار الإذاعي، يحمل هذه الشعارات التي تتنافس على شرف الناموس. أتقدم مع الشاهينية اللي تقود الأبكار وتتصدرهن على المركز الأول من هجن الرياسي، يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم المجازف، بينما المركز الثاني الشاهينية أيضا من هجن الرياسي سعيد بن مظفر بن محمد العامري يتولى عملية التضمير، بينما المركز الثالث هاملولة والمركز الرابع هاملولة بشعار هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي يتقدم في عملية التضمير، المركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة ويضمرها غياث الهلالي في هذا المسار وهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل. يا ما شاء الله تبارك الله، هناك العودة إلى المركز الأول وإلى الانطلاق الأول في الكادر العلوي تتواجد وتتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام هذه عسيلة عسيلة من هجن الشحانية، جابر بن سالم بفاران المري على راس حربة الشوط وهي تندفع بالمقدمة وبالمركز الأول، منفردة من البداية عن البقية تقود الأبكار الإذاع وتتصدرهن، تحمل شعار هجن الشحانية القادم من الدوحة، القادم من الشحانية، قادم من ميدان التحدي للمشاركة في المرموم. هذا الملتقى الخليجي الجميل تعودنا عليه من أبناء الخليج من هذه المؤسسات والمضمرين في هذا الملتقى الشيق الذي يعطي الدافع لهذه الرياضة، رياضتنا رياضة الآباء والأجداد في انطلاقتها الجميلة والرائعة بدعم أصحاب السمو الشيوخ طال الله في أعمارهم قادة هذا الوطن في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. المركز الثاني ننطلق على ثاني المراكز، المركز الثاني فيها الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة سعيد بن مظفر العامري يضمرها، المركز الرابع هملولة من هجن الرياسة يضمرها العملاق سلطان لوهيبي، بينما المركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، المركز السادس هملولة من هجن الرياسة يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي، المركز السابع الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون في تضميرها، المركز الثامن تتقدم هملولة من هجن الرياسة يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي، المركز التاسع والعاشر تتقدم في المركز التاسع وهذه تتواجد نشايب من هجن الشحانية والدانة كذلك تتواجد في هذا الانطلاق. هجن الشحانية يضمرهن جار الله بن عقيل المري، هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط في هذا الاندفاع وهو خامس أشواط صباحي هذا اليوم بهذه الأثار الحاضرة مع يوم الإذاع مع الإبداع دائما في المرموم وانطلقات مهرجان سيدي ولي عهدي دبي حفظ الله ورعاه بهذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل والانطلاقات الرائعة في أرضية هذا الميدان وهذه الانطلاقة وعودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى.
في هذا الاندفاع، في هذه الانطلاقات الجميلة، في هذه الانطلاقات الرائعة. عودي إلى المراكز الأولى، عودي إلى شاشة دبي ريسنج، عودي إلى التنافس والأثار الحاضرة دائما هنا في المرموم وانطلاقاته. على المركز الأول لعسيلة، لعسيلة على مقدمة الشوط من هجن الشحانية، يضمرها جابر بن سالم بن فاران على مقدمة هذا الشوط، بينما الشاهين على ثاني المراكز من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المجازف في هذا الاندفاع يتقدم مع هذه الانطلاقة. المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة كذلك أحد شبابنا المضمرين سعيد بن مظفر راعي صوغ العامري يتقدم في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. الأثار حاضرة، الانطلاقات جميلة، الانطلاقات رائعة، كل الأسماء متقدمة. سن الإيذاع، سن الإبداع. مشاهدينا الأعزاء، نشاهد هذه الأسماء وهذه الشعارات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. الأسماء اللي صالت وجالت في العام الماضي وقدمت إنجازات في اللقاية تأتي لتجدد هذا الموسم، في منتصف هذا الموسم، في تطلع المضمرين، في تطلع الجماهير والمرشحين مع هذه الأسماء والشعارات. العملاق العسيلة، هجن الشحانية الشبل، جابر بن سالم بن فاران على مقدمة الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز الشاهينية، هجن الرياسة تتقدم وتغير على المركز الثاني. سعيد بن مظفر العامري يتقدم مع هذه الانطلاقة. على ثاني المراكز هجن العاصفة تأتي بالشاهينية على المركز الثالث. غياث الهلالي يتقدم بهذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات الجميلة والمشاركات والتحديات والتنافس على شرف الناموس والفوز. بدأت الأمور، بدأت الأمتار الأخيرة، بدأ إصدار الأوامر مع هذه الانطلاقة. زادت السرعة، انطلقت المشاهدي الأعزاء العسيلة، العسيلة العسيلة على المركز الأول، على الانطلاق الأول. بالرغم ان الشاهينية اندفعت كذلك مع هجن الرياسة، ولكن العسيلة ما طاعت، تندفع بالمركز الاول. العسيلة 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 على مقدمة الشوط، هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري على المركز الاول. في هذا الاندفاع عسيلة 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 حاضرين على المركز الأول، عسيلة على المقدمة، هجن الشحانية على المقدمة وعلى المركز الأول. هذه عسيلة تأتي بالمقدمة، تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لجابر بن سالم بن فاران. الشاهينية أيضا قدمت أداء جميل من هجن الرياسة. المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة، المركز الرابع من هجن الشحانية، والمركز الخامس هم الأولى من هجن الرياسة. نعود إلى التوقيت الزمني. هذه عسيلة قطعت المسافة في 9 دقائق و11 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. شكرا جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني 9 دقائق 14 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة الشاهينية، حلت في المركز الثاني. شكرا سعيد بن مظفر بن محمد العامري على المتابعة والتضمير. المركز الثالث، هذه الثالثة 9 دقائق و16 ثانية و3 أجزاء من الثانية الشاهينية من هجن الرياسة. محمد بن عتيج بن زيتون تابع تضميرها في المركز الثالث. هكذا تهانينا للجميع.